تم التسجيل والمكساج الطيب له بنا النشامى مواجي للطلب او الاستفسار يستاهل اهرع الكرم والحميه محمد اصل في قراعي التراحيب من ساس يقومن يحتمون الرعايا من ساس يقومن يحتمون الرعايا 05-02-7-0-0 الطيب له بنا النشامى مواجي الطيب له بنا النشامى مواجي يستاهل راعي الكرم والحمية محمد اصل في قراعي التراحي محمد اصل في قراعي التراحي تسقم من يحتمون الرعايا وطن شهم وبو شهم ما انبعض والدين الطيب روس الدهايا اهل الكرم واهل السيوف المحاكي واهل المواجي الطيبين النوايا يخوهم ما في شك ولا ريب عما قلت فعلا تاريخهم ما في شك ولا ريب عما قلت فعلا الطنايا الطيب والنومات ما فيه تجني حياتهم بالطيب دايم رهايا ابو شهم عند معزه وتوجيه على لازم مهما ينزوي بالزوايا يرفع لك البيضه بروس المرايا يلي كسبت لنا المزايا مزايا يا ابن السويد وانت طيب مجاني يشهد على طيبك جميع زملايا جك القصيده يا حصان الاطاني مني لابن صلبك جزل التحايا جك القصيده يا حصان الاطاني مني لابن صلبك جزل التحايا الطيب له بنا النشامى مواجي الطيب له بنا النشامى مواجي يستاهل راعي الكرم والحمية محمد اصل في قراعي التراحي محمد اصل في قراعي التراحي تسقم من يحتمون الرعايا وطن شهم وبو شهم ما انبعض متوالدين الطيب روس الدهايا اهل الكرم واهل السيوف المحاكي واهل المواجي الطيبين النوايا تاريخهم ما في شك ولا غيم بيك عما قلت فعلا تاريخهم ما في شك ولا غيم بيك عما قلت فعلا الطنايا الطيب والنومات ما فيه تجني نشاتهم بالطيب دايم رهايا ابو شهم عند معزه وتوجيه على لازم مهما ينزوي بالزوايا يرفع لك البيضه بروس المرايا يلي كسبت لنا المزايا مزايا يا ابن السويد وانت طيب مجاني يشهد على طيبك جميع زملايا جك القصيده يا حصان الاطاني مني لابن صلبك جزل التحايا جك القصيده يا حصان الاطاني مني لابن صلبك جزل التحايا ومني لابن صلبك جزل التحايا يرجى التواصل على جوال 05-02-40-7008 استوديوهات مذهلة تم التسجيل والمكساج في استوديوهات مذهلة في استوديوهات مذهلة للطلب أو الاستفسار يرجى التواصل على جوال 05-02